مرحبا متابعي متابعات مدونة فور فلاي. في هذا الدرس الثالث حول برنامج جيمب 2 لتعديل الصور والتصميم. في الدرس الأول رأينا وجهة البرنامج، في الدرس الثاني رأينا طريقة إضافة المؤثرات للصور، وفي هذا الدرس سنحاول أن نتعرف على أداة مهمة وهي أداة كتابة النصوص وإضافتها للصور. فأول خطوة سنقوم بها هي أن نبدأ عمل جديد من الصفر، فسنقرأ على File ثم New أو Control N من لوحة المفاتيح. نختار بطبيعة الحال يعني الطول والعرض الذي نريده. أوكي. إذا تم إنشاء عمل جديد. هنا بطبيعة الحال الزوم أو يعني درجة كبير فيما يخص فضاء العمل، فسنختار 66. لاستعمال أداة كتابة النصوص سنقرأ على حرف A هنا كما تشاهدون. بعد أن نقرأ على أداة النصوص تظهر مجموعة من الإعدادات هنا يعني الخاصة بكتابة النصوص. فالآن يمكن أن يعني نحدد المكان الذي نريد كتابة فيه النص، فسأنقر هنا ثم أكتب يعني النص تعلم برنامج جيمب. أوكي. بعد كتابة النص بطبيعة الحال يمكنكم تغيير اللون، يعني يمكن أن نقر هنا أو هنا، فسأنقر هنا مثلا ثم يعني سأختار أي لون. فلديكم مجموعة من الخيارات اختيار ألوان هنا كما تشاهدون أو هنا، يعني مجموعة من الخيارات. فسأختار مثلا هذا اللون. أوكي. ثم سيتم تغيير يعني لون النص. الشيء الثاني هو اختيار الخط. طبعا يعني يمكنكم استعمال اي خط تريدونه، فنجرب هذا الخط. اوكي. ماذا كذلك لدينا هنا هنتين ميديوم سلايت ميديوم فول، هذه الخيارات يعني تخص حجم النصوص. ثم لدينا هنا justify، يعني هل تريد النص إلى اليمين إلى اليسار إلى غير ذلك، فسأنقر هنا إلى اليسار الوسط أو هنا عفوا اليمين ثم الوسط، وهنا filled يعني يملأ الخانة بكاملها. هنا بطبيعة الحال يعني الحجم يعني space يعني في بداية النص الحجم بين يعني الفرق بين الأسطر يعني بالنسبة للفقرة، وهنا بطبيعة الحال يعني المساحة بين المساحة بين يعني الحروف. ثم لدينا هنا fixed، يعني هنا لدينا dynamic ثم fixed. الفرق بين dynamic و fixed هو أنه مثلا بالنسبة للfixed يعود إلى السطر مباشرة بمجرد الوصول إلى الحد، فلو استمرت بالكتابة سيعود إلى السطر يعني بشكل آلي، بينما الدايناميك يعني سيستمر في نفس السطر يعني وسيتوسع المربع بحسب الحاجة. هذه هي الخطوة التحكم في النص. طبعا بعد الانتهاء من كتابة النص فيمكنكم استعمال أداة الموف تول لوضعه في المكان المناسب، يعني تختارون كذلك من إعدادات هنا لدينا الخط ثم يعني الفونت سايز، لكن هنا يجب تحديد يعني بعكس يعني الاعدادات الموجوده هنا. هنا هذه المربع اذا كنت تريد استعماله يجب ان تحدد، يعني مثلا اريد هذه الكلمه ان تكون بلون مختلف، فسانقر هنا واختار يعني لون مختلف. اوكي. وسيتغير لون الكلمه بوحدها. فهذه الخانه تسمح بالتحكم في جزء من النص، بينما هذه الخانة يعني تتحكم في النص بالكامل. بعد الانتهاء يمكنكم استعمال الموف تول هنا يعني لتحريك النص لأي جهة تريدونها، يعني وضعه في فقط تأكدوا أن يتم تحديد يعني اللاير المحدد هو اللاير الخاص بالنص، يعني يمكنكم وضعه في أي جهة تريدونها. ف
فهذه هي طريقة إضافة النصوص على برنامج جيمب. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، بطبعا الدرس قصير وسريع. في الدرس القادم سنحاول أن نتعرف على أداة مهمة الموجودة هنا، وهي أداة layers أو الطبقات، وهي من الأدوات المهمة جدا في هذا البرنامج. فأراكم في الدرس القادم، وأشكركم مرة أخرى على المشاهدة.